بيان اللجنة الوطنية من أجل إطلاق سراح موقوفي الأغواط. توفي اليوم 21 فبراير 2015 المواطن بودودة محمد متأثرا بجراحه الناتجة عن عنف عناصر الأمن أثناء تفريق الاعتصام المنظم في الطريق الوطني رقم 1، أين دخل في حالة غيبوبة منذ لحظة الاعتداء عليه، كما تعرض المواطنون خنشب القاسم، علم إبراهيم، جبر الله عبد القادر، بن سرخة الطاهر، محمد فوزي بن خويدر، كوريني بالقاسم، مازوزي علال، وعزوزي بوبكر إلى توقيف تعسفي لأنهم نظموا وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بإطلاق سراح رق محمد الذي أوقف بدوره بطريقة تعسفية غريبة جدا، وتمت محاكمتهم وإدانتهم بتهم التجمهر غير المسلح والتأثير على أحكام القضاء بالنسبة لخنشب القاسم ومن معه، وحكم عليهم بعام حبس منها 6 أشهر غير نافذة، وإهانة موظف أثناء أداء مهامه بالنسبة لرق محمد وحكم عليه ب18 شهرا منها 6 أشهر غير نافذة. شرع المدانون في إضراب عن الطعام منذ تاريخ النطق بالحكم لأنهم يعتبرون توقيفهم والحكم عليهم إجراءات خارقة للقانون، لا سيما الدستور والمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمن حرية التجمع وحرية التعبير والحق في العمل. وتعرض المواطن عطار علي لعملية اختطاف من طرف عناصر من الأمن قبل بين مزدوجين تسوية ملفه إجرائيا بطريقة غير قانونية وإيداعه السجن، بما يعطي الانطباع إلى عودة نظام إلى سياسة الاختطافات القسرية لمواجهة احتجاجات المواطنين. كما وجه سكان عين صالح بتعزيزات أمنية كبيرة استعدادا لإنهاء حركاتهم الاحتجاجية السلمية للمطالبة بوقف المشاريع المتعلقة بالغاز الصخري بالقهر. أنشئت لجنة وطنية من طرف المنظمات التالية: لا سيغاتا، لا ال ادي دي اش، لو سيس، راج، سناب اب، السناب، اسواز ديسباري، ساتف، سناتيغ، سنديكا دي زيتيديون، ونشطاء من المجتمع المدني. وتطالب اللجنة الوطنية لمساندة الموقوفين تعسفا في الأغواط بإطلاق سراحهم حالا وفتح تحقيق في ظروف اعتقالهم ومحاكمتهم وظروف الاعتداء على المرحوم بودودة محمد، كما تطالب بالاستجابة لمطالب مواطني عين صالح وتوقيف كل المشاريع المتعلقة بالغاز الصخري وسحب قوات الأمن من عين صالح.